مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا وبكل متتبعي برنامج بصراحة من يوم الثلاثاء الأربعاء إلى يوم الخميس. يوم الثلاثاء هو مخصص للقضايا التي تتعلق وترتبط بكل موضوعات علم النفس الاجتماعي. الثلاثاء سنخصصه للحب والزواج عبر الافتراضي وكيف يتحقق في الواقع. إلى أي مدى يمكن أن يتحقق هذا الحب الافتراضي في الواقع؟ ومتى يتحول هذا الحب الافتراضي إلى علاقات حقيقية ذات مغزى؟ ومتى يظل فقط مجرد خيال؟ كل هذه المحاور وأخرى سنناقشها في برنامج بصراحة مع الأستاذ مصطفى الشقدالي، أستاذ علم النفس الاجتماعي. أما يوم الأربعاء مستمعينا، وكما عودناكم نخصص هذا اليوم لقضايا الإعلام والتواصل. اليوم سنلقي من خلال برنامج بصراحة الضوء على الخرجات الإعلامية حول قضية المناصفة والإرث بين الرجل والمرأة مع الأستاذ أحمد الدافيري، أستاذ علم التواصل والإعلام. أما فيما يتعلق بيوم الخميس سنستضيف مستشارة برنامج بصراحة الدكتورة أمينة برقاش، اختصاصية في العلاج النفسي للأطفال والمراهقين والعلاج العائلي النسقي. سنناقش موضوع الكراهية وتداعياتها على حياتنا النفسية والاجتماعية. ننتظر كل التساؤلات والتفاعلات على أشتك بصراحة لنجيبكم عليها على الهواء مباشرة.